الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فحديثنا اليوم عن موضوع شديد الأهمية، وهو موضوع العرض والشرف. والعرض من الكليات الست، والمقاصد العامة التي أحاط الشرع الحنيف بسياجات عديدة من الحفظ والصيانة. والعرض يعني القيم ويعني الأخلاق، وقضية العرض تتعلق بقضية الصراع بين الروح والمادة، أو بين القيم واللا قيم. وألخص حديثي في ثلاث نقاط: الأولى أن العرض فطرة إنسانية سليمة، وأن أصحاب الفطر الإنسانية السليمة يحفظون أعراضهم ويحافظون على كرامتهم حتى في جاهليتهم. وهذا الشعر الجاهلي عن طاعة العبسي يقول: لا تسقني، لا تسقني ماء الحياة بذلة، لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. ويقول سيدنا حسان بن ثابت: أصون عرضي بمالي، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا خير للمرء بعد العرض في المال، لا خير للمرء بعد العرض في المال. ويقول القاضي الجرجاني: يقولون هذا مشعب أمامك الماء، قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولكن
نفس الحر تحتمل الظمأ. ويقول أبو فراس الحمداني: فما أنا من كل المطاعم طاعم، ولا أنا من كل المكاسب كاسب، وما أنعاض إن كسرن مكاسبي، إن كسرت مكاسبي وأموالي، إذا لم تكن بالعز تلك المكاسب. وما أنعاض إن كسرن مكاسبي، إذا لم تكن بالعز تلك المكاسب. ولا السيد القمقام، السيد العظيم، ولا السيد القمقام عندي بسيد، إذا استنزلته من علاه الرغائب. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. ويقول الشاعر الجاهلي أيضا السمو لابن عادياء: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل ثياب يرتديه جميل. وإنا كماء المزن، كماء السماء الصافي الذي لم يعكر ولم يغبر، وإنا كماء المزن ما في سهامنا كهام ضعيف ولا فينا يعد بخيل. وما أغمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في العالمين نزيل. هكذا كان الناس حتى في جاهليتهم يعدون العرض والشرف والإباء والأنفة وعلو الهمة شيئا عظيما، لأن الأمم والمجتمعات إذا فقدت أخلاقها فقدت شرفها وفقدت إنسانيتها. وإذا انهارت الأخلاق في أمة فهذا إيذان بانهيارها. وكما يحارب الإسلام التشدد والتطرف، فإنه يحارب أيضا الانحلال والتطرف الآخر. فمساوئ التسيب والانحلال القيمي والأخلاقي لا تقل خطورة على المجتمعات والأمم من خطورة التشدد والتطرف، فكلا طرفي النقيض ذميم. ثم جاء ديننا الحنيف فعظم من شأن العرض. وفي الآية التي افتتحنا بها الخطبة يقول الحق سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء وقال: تبايعنني على ألا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، قالت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان كلمة يجب أن نتوقف عندها. عندما قال لهم النبي: تبايعنني على ألا تسرقن ولا تزنين، قالت:
أو تزني الحرة يا رسول الله؟ قالت مندهشة متعجبة وهي في اللحظة الأولى لإسلامها، أو تزني الحرة يا رسول الله؟ سؤال استنكاري تعجبي، هل يمكن أن تزني الحرة؟ لأن الفطرة السليمة تتسق مع العفة والشرف، ويقول رب العزة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعندما تحدث نبينا صلى الله عليه وسلم عن الموبقات السبع أي المهلكات السبع، ذكر منهن اثنتين تتعلقان بالعرض والشرف. اتقوا الموبقات السبع، منها الزنا ورمي المحصنات الغافلات المؤمنات. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ لنا شرفنا وأن يحفظ لنا عرضنا. توبوا إلى الله واسألوه ذلك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ذكرنا في النقطة الأولى أن العرض فطرة إنسانية تسعى إليه النفوس الطيبة النقية، وتلخصت النقطة الثانية في أن الإسلام دعا إلى الحفظ والحفاظ على الشرف والعرض. ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا ولا تفعلوا، لا تقربوا لا من الزنا ولا من مقدماته، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما طلب أحد الشباب أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، وقد قالوا: افعل ما شئت كما تدين تدان. النقطة الثالثة والأخيرة أن الإسلام كما حافظ على العرض وأمر الإنسان بأن يحافظ على عرض نفسه، أمره أيضا أن يحافظ على أعراض الآخرين، فلا يقترب من عرض الآخرين لا بالفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب: أترضاه لأمك لأختك؟ ولا حتى بالقول. وجعل قذف المحصنات الغافلات من أكبر الكبائر، بل ليؤكد الإسلام على قضية الأعراض، فإن حد القتل، حد القتل يثبت بشهادة رجلين اثنين عدلين، أما حد الزنا فلا يثبت إلا بأربعة رجال عدول، فإن استمر ثلاثة على موقفهم ونقص الرابع أي راجع في أقواله، أقيم حد القذف على الثلاثة الذين شهدوا، فالقتل يثبت بشهادة رجلين، ورمي الناس بالزنا لا يثبت بثلاثة رجال، تعظيما لحرمة الأعراض، وحتى لا يتجرأ الناس على العرض. ويقول الحق سبحانه وتعالى في سورة النور في الحديث عن حادثة الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم. التلقي عندما يتلقى الإنسان الكلام يتلقاه بالأذن، ولكن القرآن قال: إذ تلقونه بألسنتكم، أي أن الإنسان الذي يخوض في الأعراض لا يسمع ولا يتأكد ولا يتحقق، فقبل أن يسمع الكلام ينشره وكأنه يتلقى بلسانه لا بأذنه. لم يقل تتلقونه، لأنه لو تلقى بالأذن وحلل الكلام وتأكد منه لما خاض في أعراض الناس. إذ تلقونه بألسنتكم
وتقولون بأفواهكم ولم يقل تقولون بألسنتكم. يقولون قاله بملء فيه، وكأنه متأكد، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأي جرم أن تخوض في أعراض البراء أو أن ترمي الناس في أعراضهم بلا بينة وبلا تحقق، هذا أمر عظيم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نسأل الله العلي العظيم أن يحفظ لنا عرضنا، وأن يحفظ لنا شرفنا، وأن يحفظ لنا أرضنا، وأن يحفظ لنا وطننا، وأن يحفظ لنا رئيسنا وجيشنا وشرطتنا وأمننا وأماننا، كما نسأله سبحانه أن يجزي خير الجزاء من أقام هذا الصرح العظيم وكل من أسهم فيه بجهد أو وقت أو مال ليذكر فيه اسم الله، كما نسأله سبحانه ألا يجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفاه. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.